الخبر بس هو كبسه بالعكس لو كان محاول يمشي يمكن يقطع كبسه خف ويبقى طريقه واحده تبقى ساعدت في تقبل المقصود لو كان طريقه مختلفه قفل او حتى حتى طبعا خلاص ما هدف او حتى لو كانت تسليه لكن تكتب اقل يعني تكتب سابقه مثلا اتوقع كان تشوف اختلافات زايده وحتى عدم هدف بس شلون رغم اختلاف القطع مره لا لانك باختصار هو الاختلاف وحتى مو بس اختلاف التركيب حتى لو اختلاف السحب تلاقي الحصان يسحب الحصان يفرق الحصان يتكي الثلاث مربوطه ببعض ميدان زلقت معه ما جمعت او تكيت معه ما جمعت لكن تكيت بدقه وانا صح يعني لما تزلق تزلق بدقه ولما تجمع تجمع بدقه فنعم ذا يخاف يكبر لكن شبكه ذا يكبر لكن فكره الدقه واحد واكون معه تماما تخيل انك تعطي السيارة لما تصدم سابقا يعني تحط لك مقاطع في اليوتيوب في بعض صدمات السيارات تصدم بالجدار تتك على ورا تشوف السيارة مسرعة ويحطهم قدام الجدار تصدم فيطلع الايرباج وغيرك تعفت السيارات الجديدة تمتص الصدمة تعفت لين يوصل المادي لك انت كراك ثم عندك الايرباج السيارات القديمة من قوة الهيكل قدام ما تعفت فانت تطير مع الشباك او تصدم هي ما يجي شيء ترجع لورا تخيل ان الشيء اللي قدامك مره قوي دار جاء مره قوي ما ينهد وتخيل انك مركب دميه وانت مركب شخص من قوه الصدمه الارتداد يخلي السياره تصدم وترجع بنفس شكلها صح التعبير خليك رامي كره بولينج على دار مره قوي فما كسرتها او وفرت فيها ارتدت تخيل انك قدرت تخلي كره البولينج ترتد ارتداد كره سله اتوقع بيصير كلها قطعة واحدة ولا لا؟ إيه. ما تتعفط أو يتغير شكله. هالكعة اللي أنت تبغاها مع الفئة هذه، الفئة اللي يبغى يسبك أو يصفط نفسه على حسابك، تقول لا نتعب مع بعض. العكس مع أبو كعة مع بعض. وتعلم أن قادرين على كعبي تصفط وتعفط. طبعاً تصفط وتعفط أنا ما أفرض بس فقط مواكبتي لا تخلي يسوي مطلوب شوي مثلاً تمرين تمرين دركسون. ألف دركسون يسار. نفس الشغل على الخيل وضعي صوت يسار لا في التلفون يسار فبجر هذا اليوم يسار واليسرى بتروح يمين استنكر الفكره انك ما كنت معه بالضبط كنت معه بالضبط ابو الاحرى مو متقبل اللي صار معه بالضبط مو متقبل اني اكون معه بالضبط معه بالضبط الحك على طول زي ما قلت لو جاك في بالك طب يا اخي ليش ما يكون عدم دقه ليش تبي دقه عدم الدقه ما يجي منها لخبطه ما يجي منها ارضاء صح مو بس عدم الدقه لو تركب حصانك الموضوع شخص يعسر ما يقاوم اذا لف واحد يعسر يقاوم يطلق ولا يدق ريوس يطلق فهنا يعتبر ارضى ريوس بس مو بارضى مو بريوس ارضى قدر ما ريوس تباين ايه تهديد بسيط او استغراب على طول بسيط هل تعبون؟ كان نفس الشيء دايما عتاب اثناء عشقي له ما لحقت عليه لكن كان لونه غامق كان صغير كان مربوع مد ما تحس فيه قوة ويوم كبر تغير اللون أصفر كبر صار مربوع تحس فيه قوة ما في مد وقارب العتابة 12 كيلو طبعا ذاك متناسق أكثر
تهزك.